سنذكر لكم في هذا الفيديو ثمانية أمور ستحرم منها الدقة المستقبلية بعد زواجها من الأمير هاري. التقاط صورة سيلفي، لأن انتسابها إلى العائلة الملكية البريطانية سيحرمها من ذلك. التنزه وحيدة في المدينة، أيضا يتوجب على الدقة المستقبلية أن تعتاد على مرافقة الحراس لها عند مغادرة المنزل. إعطاء التوقيع، هذا الإجراء الوقائي يساهم في منع تزوير التوقيع. استخدام إنستغرام وتويتر، وربما سيتم حظر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. الذهاب للتصويت، إلا أن أفراد العائلة الملكية البريطانية ممنوعون من الانتخاب. طلاء أظافر ملفت للنظر، وضع طلاء أظافر بألوان تلفت النظر على غرار اللون الوردي والأخضر الفاقع من الأمور المحرمة داخل العائلة الملكية البريطانية أيضا. وضع ساق على أخرى، رسميا لا توجد هذه النقطة ضمن قواعد بروتوكول العائلة الملكية، بيد أن من المرجح جدا رؤية ميغان ماركل تمتنع عن وضع ساق على أخرى. وعوضا عن ذلك يمكن أن تشاهد في وضعية جلوس أنيقة. النوم قبل الملكة، لدى العائلة الملكية البريطانية تقليد قديم يتمثل في عدم ذهاب من ينامون في قصر الملكة إلى النوم قبلها.